يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، وبارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات بمناطق من وسط سيناء وجنوب البلاد. وفي ما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.